السلام عليكم، نأسف عن الانقطاع مجددا، ترى إني مشغولة والله. متذكرين في أخبار الأسبوع قبل الفات لما اتكلمنا عن جروب لابسوس قال إنه اخترق شركة نيفيديا، والشركة بدورة ردت على الهجوم بهجوم مباغت يلا هم وقفوا على نيفيديا. كمان ادعوا إنهم اخترقوا سامسونج واخترقوا أوكتا ويوبيسوفت وكمان مايكروسوفت، وإنه عندهم إمكانية الوصول للبيانات حقتهم. طبعا الما بيعرف نيفيديا هي شركة مختصة في صناعة كروت الشاشة للبي سيز، واليوبيسوفت مختصة في ألعاب الفيديو، وغنات مسروبوت مهتمة بأمن المعلومات بشكل عام وأساسي. لذلك إذا كنت أو كنت مهتمين بالمجال ده اشتركوا وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. يلا خلونا نبدأ. طبعا نيفيديا معروفة بأنها أفضل شركة في إنشاء كروت الشاشة ووحدات المعالجة. في الشهر الفات لابسوس نجحت في أنها تخترق الشركة وتسرق 1 تيرابايت من المعلومات حقت نيفيديا. من ضمن المعلومات دي يلي هي معلومات حساسة أكيد، سرقوا بيانات اعتماد الموظفين، معلومات الملكية من نظام الكمبيوتر الخاص بالشركة. نيفيديا قالت أنها كانت على دراية بالهجوم وأنها عملت تدابير لمواجهة الاختراق ده، لكن الجهود دي تعتبر غير ناجحة. السبب الخلى لابسوس تعمل كده في نيفيديا انهم عايزين يساعدوا مجتمع الالعاب والتعدين في انهم يجبروا نيفيديا تعمل تحديث لجميع برامجها. أسوأ اختراق بعد نيفيديا كان حق سامسونج، عملاق كوريا الجنوبية. الجروب ده قدر يتسلل لبيئة تراست زون المستخدمة في سامسونج، وقدروا يوصلوا للمعلومات الحساسة وسربوا البيانات والأكواد المصدرية للخوارزميات اللي حيتم استخدامها في فتح القياسات الحيوية. طبعا القياسات الحيوية أو البيومتريك يلي هم بصمة العين والأصبع والوش وإلى آخره. كمان سربوا الكود المصدري يلي هو البوت لودر حق جميع الأجهزة الحديثة، والبوت لودر ده البرنامج المسؤول يعني لما تفتح الجهاز كده هو يفتح لك الجهاز، وسربوا حاجات تانية زي كود التقنيات المستخدمة في عملية المصادقة وأكواد سرية مقدمة من شركة كوالكوم. في الأسابيع الفاتت لما كنت مختفية يعني، لابسوس سربت الكود المصدري والوثائق الداخلية بعد إعلان عن اختراق لشركة أوكتا إنك. طبعا أوكتا نفت الكلام ده وقالت يعني ستوب، هي ما تم اختراقها وشغال عادي بكل طاقتها. يوبيسوفت دي شركة فرنسية بتعمل ألعاب الفيديو زي ووتش دوغز وفار كراي وأساسنس كريد. يعني طبعا أساسنس كريد دي واحدة من الألعاب المفضلة عندي. ما علينا، طبعا الشركة أصدرت بيان قالت إنه الاختراق ده أثره كان مؤقت على شوية من الألعاب الوظائف والخدمات في أنظمتها الداخلية، وبعدها ما ذكرت أي معلومات إضافية عن إنه كيف حصل الاختراق. طبعا الاختراقات الفاتت ما بنقول إنها ما مهمة لأنهم هم كمان شركات ضخمة وكبيرة في مجالها، بس لما نجي للشركة زي شركة مايكروسوفت هنا بيكون في كلام تاني. جروب لابسوس نشر حوالي 37 جيجا بايت من البيانات لملف فيه جزء من الكود المصدر لكل من البينج والكورتانا يلي هم التابعين لمايكروسوفت. طبعا مايكروسوفت هتسكت على كده؟ طبعا لا وألف لا. مايكروسوفت عندها مركز حق الكشف عن التهديدات الذكية واللي هو مايكروسوفت انتليجنس سنتر، يعني قاعدوا يحللوا في جروب لابسوس من خلال الهجمات اللي هم بيعملوها، وقالوا انه اهدافهم بتتمثل في انهم يتحصلوا على وصول كبير للمنظمات المستهدفة من خلال بيانات الاعتماد اللي تمت سرقتها. طبعا بيانات الاعتماد دي هي اللي بتتيح انهم يسرقوا بيانات مهمة ويعملوا هجمات. فبالتالي مركز مايكروسوفت حق التهديدات الذكية قال إنه ده غالبا بيؤدي للابتزاز ودافع السرقة والتدمير، وقال لك مايكروسوفت كتبت في مدونتها يعني إنهم متابعين مجموعة لابسوس من أسابيع. فريق الاستجابة للحوادث أو الانسيدنت ريسبونس تيم التابع لمايكروسوفت قال إنه تحقيقاتهم وصلت لإنه حصل اختراق واحد يعني وصوله محدود، وعلى طول قالوا إنه الوضع ريلاكس خلاص، ومنعوا النشاطات يعني اللي حتجي بعد كده للاختراق، وقالوا حتى الأكواد المسربة ما شديدة الخطورة. ده كله بعد ما كشف ممثل التهديد علنا عن اقتحامه، يعني بعد ناس لابسوس قالوا اوه عينه نحن هنا، بعد كده ناس مايكروسوفت انتبهوا انه قاعد يتم اختراقهم. بالمناسبة النوع ده من انواع الاختراق اسمه اكتيف اتاك، حنتكلم عنه لاحقا في فيديو مفصل ان شاء الله. طيب اوكي، نحن عرفنا انه والله لابسوس ده جروب رائع جدا، يعني كونه قدر يعمل كده في الشركات الكبيرة معناها ده جروب ما في منه اثنين. بس المفاجأة انه الليدر او القائد او المسؤول عن مجموعة لابسوس مراهق بريطاني عمره 16 سنة. ايوه عزيز المشاهد والمستمع، زي ما سمعت تماما، عمره 16 سنة.
قبل هجمات جروب لابسوس على الشركات اللي قلناها قبل كانوا بيستهدفوا المؤسسات في المملكة المتحدة وأمريكا الجنوبية، بس أهو اتوسعوا وبقت أهدافهم عالمية زي المنظمات، القطاعات الحكومية، الاتصالات وتجارة التجزئة والرعاية الصحية. خبراء وباحثين الأمن السيبراني بشكل عام، يعني ما منتمين لجهة معينة، هم برضو كانوا بيحققوا في هجمات لابسوس. وعلى حسب ما ذكرت بلومبيرغ إنه الباحثين ديل قالوا إنه وراء الهجمات دي مراهق عمره 16 سنة ساكن مع والدته بالقرب من أكسفورد في بريطانيا. وكمان قالوا المراهق ده ماهر في الاختراق وسرع بطريقة خرافية لدرجة إنهم افتكروا إنهم بيتعاملوا مع نشاط آلي. في 4 من الباحثين ديل يعني بيعتقدوا إنه المراهق هو العقل المدبر، وكمان الدافع وراء هجمات لابسوس كان غير واضح عكس ما قالوا ناس مايكروسوفت قبل، لكن برضو بيعتقدوا إنه المجموعة هدفها الشهرة والقروش. طبعا المجموعة بتتكون من 7 أعضاء وقدروا يحددوا كده لأنه في 7 حسابات فريدة مرتبطة بالمجموعة دي، وده بيشير لإنه في احتمالية وجود ناس تانية متورطة. كمان اشتبهوا في إنه في مراهق تاني قاعد في البرازيل. بس خلونا نتفق إنه أبو 16 سنة ورانا إنه العمر ما مهم والطموح حلو، وإنه ما في نظام آمن كله بيخترق، حتى الشركات الكبيرة فيها نقاط ضعف ولو كانت مايكروسوفت. لحد هنا بنهي مقطعنا لليوم، بتمنى تكون استفدتوا وأخذتوا معلومة جديدة. ما تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، يعني إذا كنتم مشتركتوا لسه عملوا اشتراك، وأشوفكم الفيديو الجاي بخير. مع السلامة.